السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. حلقة مهمة جدا هنقوم فيها بعمل تلميع وتنظيف للكشافات الأمامية عشان ترجع كما كانت جديدة بأشياء بسيطة جدا. هنروح مع بعض عشان وقت حضراتكم نشوف كل شيء بالتفصيل. هنبدأ الأول بالWD-40. تستمر كده بشكل دائري عشان تخرج كل العوالق اللي موجودة على الكشاف من الخارج. وهنحتاج كمان مية بصابون عشان نبدأ في تنظيف الكشاف من الخارج. بعد كده بالمية والصابون عشان نغسل اي اثار للWD-40. بعد كده نغسل الكشاف بالمية والكشاف التاني نفس الأمر. وبسن مفك صغير كده وهنمشي على الكشاف بالشكل ده كده على الداير بتاعه.
نيجي لعملية التلميع. عشان لون الكشاف يبقى زاهي وجيد هستخدم الورنيش، ورنيش لماع شفاف، وأي قارورة أو عبوة صغيرة بخاخ، وحبدأ أضع فيها بعض الورنيش كمية مناسبة مش كتيرة، الكشاف مش هيحتاج كمية كبيرة، هيحتاج كمية قليلة جدا، وحبدأ أفضيها في القارورة أو في العبوة دي. طبعا حاول ما تقلبش الورنيش، حاول تخلي الجزء الخفيف اللي في أعلى فقط هو اللي ينزل معاك، وهتبدأ تصب جزء منه في العبوة. هنصب جزء قليل، ومش هنضع البخاخ ده إلا عند الرش فقط، يعني قبل ما نرش مباشرة هنبدأ نضع البخاخ عشان الورنيش ما ينشفش في المجرى ده ويسده. وبعد كده هنجيب الورنيش، طبعا مش هنركب الهوز ده إلا بعد أو قبل ما نيجي نشتغل. وهبدأ أدهن الورنيش، ونفس الأمر بشكل دائري بالشكل ده كده أهو. أكرر العملية تانية، طبعا أكرر الأمر تاني، طبعا كمية قليلة من الورنيش اللي بتخرج معايا أهي. طبعا حاطين الورق عشان الورنيش ما ينزلش على جسم السيارة. ونكمل نفس الكشاف التاني بنفس الطريقة، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.